هالزمن اللي عشنا فيه كل الزمن مسخرة من بنات وأولاد. الولد تشوفوا على انستغرام نزل لك فيديو بشكل امرأة لإضحك الناس يا غبي على وجه البنت ذا. لا تفكر انك مشهور بس يجاملوك لانك مسخرة. بس احب اقولك خلي عقلك في راسك وخلي المسخرة تولي لان المسخرة ما تنفعك في دينك. وحاول تسوي اشياء تنفعك في دينك. يا غبي انسى اللي صار وعيش حياتك من جديد. انا ما راح اتكلم الحين عندك المايك يا حمداوي. هات المايك يا دين هو خلني انا اتكلم عن هذول الناس. هذول الفئة هذول المسخرة اللي في هذا الزمن صارت منتشرة في كل مكان نشوفها في كل مكان نراها. نتمنى هذه العادة نزيلها من هنا بلاد المسلمين. كان هنا الرسول كان هنا الدين. في هذا الزمن البنات صاروا رجال الرجال صاروا بنات عادي جدا عادي. تلقى ولد قاعد يقلد نانسي او بنت تقلد توباك او تقلد كلاش او هات الرشاش خلنا رش رش لين ما تنفش. في النهاية عم اقول هذه العبارة ترى اللي قدر مصيره في النار. يعني انتبهوا ركزوا في النار ترى نار.